الصمود يتبعه، الصمود يتبعه. بارك الله فيكم. كان واعيا للخطر الذي تمثله عائلة آل خليفة على مستقبل أهل أوال الذين وضعت القبيلة الحاكمة في البحرين مخططا لإبادة هويتهم الثقافية وإعادة كتابة تاريخ البلاد التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ، إذ اتخذوا من يوم غزوهم للبحرين محطة تنسخ ما كان قبلها من تاريخ عريق. لكن الأكاديمي المهندس فطن باكراً لمخططات الخليفيين الرامية لمحو هوية السكان الأصليين وإزالة كل ما يرتبط بها على الأرض من نخيل باسقات وشواطئ تسخر بما وهب الله من الخيرات. إنه الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي تصدى لمشروع الإبادة الخليفي لا بالتنظير فقط بل بالنزول إلى الساحات والميادين مراهناً على حراك الشارع للوقوف بوجه مخططات الخليفيين. وهكذا كان السنكيس وما يزال رمزاً من رموز ثورة 14 من فبراير ممن زجت بهم السلطات في المعتقلات لتذيقهم شتى صنوف التعذيب التي فاقمت من متاعبهم الصحية. تمر هذه الأيام الذكرى السنوية 56 لولادته والتي يقضيها في المعتقل منذ العام 2011 بعد أن أصدرت السلطات حكماً بالسجن المؤبد ضده. وفي هذه المناسبة أطلقت منظمة القلم الإنجليزي حملة تضامنية معه وبمشاركة منظمات أخرى من بينها أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز الخليج لحقوق الإنسان، داعية إلى إرسال بطاقات تهنئة إلى الدكتور السنكيس وتبادل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة بأن هذه الحملة هي بمثابة تذكير للسلطات في البحرين بالدعم الدولي المستمر لقضية الدكتور السنكيس. أنتم العظماء ونحن معكم، فمعكم معكم يا عظماء، أنتم العظماء، معكم معكم يا عظماء.